مشاهدينا أهلا بكم إلى الموجز. انطلقت صباح السبت بالعاصمة التونسية الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة المشكلة من لجنتي حوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، وتأتي هذه الجولة بعد انتهاء لجنتي الحوار المتمثلتين في مجلسي النواب المنحل والأعلى للدولة، وذلك بعد التشاور مع قواعدهما النيابية حول تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد وتعديل وحذف عدد من مواد اتفاق الصخيرات. أعرب وزير الداخلية في حكومة إستونيا أندريس أنفيلت عن قلقه من طبيعة العلاقة بين روسيا ومجرم الحرب خليفة حفتر في شرق ليبيا. أنفيلت وفي كلمته خلال الاجتماع الأخير لوزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في لوكسمبورغ أوضح أن موسكو قد تساهم في عدم استقرار ليبيا، وهو عامل يدفع المهاجرين بالتدفق نحو أوروبا، موضحا أن الجانب الروسي لم يكن مهتما بالتعاون خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف الوزير الإستوني بأنهم يأملون بالعمل مع السلطات في ليبيا والنيجر وتونس والجزائر والمغرب لتحسين أداء خططهم الأمنية خدمة للمصلحة المشتركة والحد من ظاهرة تدفق المهاجرين إلى أوروبا. أجرت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأن تورط أحد قيادات حركة فتح الفلسطينية السابق محمد دحلان في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها سيف القذافي وعبد الله السنوسي في ليبيا. ووفقا لما كشف عنه موقع ميدل إيست آي البريطاني من خلال الوثائق المسربة التي تحصل عليها، فإن دحلان ومستشار عرفات السابق محمد رشيد متورطان مع سيف القذافي وعبد الله السنوسي في جرائم ضد الشعب الليبي، سواء كان ذلك بالمساعدة المباشرة أو التحريض عليها. كما أشار الموقع البريطاني إلى أن المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا طلبت مساعدة الحكومة الفلسطينية في التحقيقات التي تجريها في هذه القضية. أوضحت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحسونة سهل جفارة أوضحت أسباب قيامها بأعمال صيانة محطة تحكم الشويرف الاثنين المقبل بعد أن تم تأجيلها منذ 2015. الغرفة وفي بيان لها السبت أوضحت أن القيام بأية أعمال صيانة على محطة الشويرف يتطلب إيقافا كاملا للضخ وتفريغ المحطة من المياه نظرا لوقوعها في منطقة الربط بين المسار الجنوبي والمسارين الشرقي والأوسط. وأضاف البيان أن سبب ضغط المياه في المسار الشرقي هو تيبس الصمام المستخدم في تعبئة المسار، موضحا أن عدم تجاوب الصمام في تحديد النسبة يمنع من الضخ بالنسبة المطلوبة. في ختام الموجز، إلى اللقاء.